يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة، ما طلعت الشمس على أفضل منه، تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر الزلات. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه العتق والمغفرة فيه للحجاج وغيرهم، وصيامه لغير الحاج يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. وفي هذا العام يجتمع لنا في يوم عرفة يوم عرفة ويوم الخميس. فينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تحرص على صيام هذا اليوم، وأما من كان حاجا فيكره له أن يصوم هذا اليوم، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم هذا اليوم وإنما كان مفطرا. بل روي النهي عن صيام عرفة لمن كان بعرفة، وذلك لأجل أن يتقوى على الدعاء. يوم عرفة يوم الخميس القادم، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في جميع الأيام في الليل نزولا يليق بجلاله، إلا في يوم عرفة ينزل بالنهار لعظم هذا اليوم.